وفي الطريق إلى كيلو 16 تتحرك قوات العمالقة بإصرار نحو تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي بهدف فصل صنعاء عن الحديدة، وهو ما سيعمل وفق عسكريين على منع إمداد الميليشيا بالمقاتلين في الحديدة ومنع تهريب الأسلحة إلى صنعاء التي تمر عبر ميناء الحديدة. نحن الآن على مشارف كيلو 16 وقوات العمالقة الآن تزحف على الحصار هذه المنطقة. فبعد أن سيطرت العمالقة نارياً على كيلو 10 القريب من كيلو 16 والذي يعد المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، أصبحت بحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة قريبة من صوامع ومطاحن البحر الأحمر ومصنع نانا. وتقول مصادر عسكرية إن السيطرة على المطاحن مسألة وقت وتشكل ضربة عسكرية ضد ميليشيا الحوثي. العمليات العسكرية الدائرة شرق مدينة الحديدة تسير بدعم من قوات التحالف التي تقوم بقصف متواصل لمراكز وتحركات ميليشيا الحوثي بالتوازي مع التقدم البري للعمالقة. ميليشيا الحوثي كعادتها تقوم بتعويض خسائرها العسكرية بقصف المدنيين، حيث أكدت مصادر عسكرية قيام الميليشيا بشن قصف عشوائي على منازل سكنية في مدينة التحيتة. المعارك المتواصلة بين العمالقة وميليشيا الحوثي تسببت بنزوح العديد من الأسر من منازلها، خصوصاً التي تسكن على خطوط النار. وفق مصادر محلية فإن قوات العمالقة سهلت عملية إخراج المواطنين إلى أماكن آمنة في الوقت الذي استخدمت فيه ميليشيا الحوثي بعض المدنيين كدروع بشرية.